والآن جولة على المشهد السياسي مع زميلة رواند أبو درغم. مساء الخير رواند. مساء الخير رامز. شو الأبرز السياسي اليوم؟ الورقة الفرنسية، بعدنا عم نحكي بالورقة الفرنسية على الرغم من أنه أسقطت، ولكن بدنا نشوف على أي أساس أسقطت وشو فيها من أمور مريبة وردت على هذه الورقة. طبعا. رح نشوف. لم يجد الثنائي الشيعي فرقا بين الطرح الفرنسي الأول الذي قال الرئيس نبيه بري في حديث سابق للجديد إنه رفض من عنوانه وجر، وما بين الطرح الفرنسي الثاني الذي سجل الخليلان على بنوده العديد من الملاحظات وصوبا العديد من التعابير المفخخة، إذ إن الطرحين يصبان في مصلحة إسرائيل على حساب السيادة اللبنانية وأمن اللبنانيين والجنوبيين تحديدا. المريب في الورقة الفرنسية وفق مصدر في الثنائي كانت المحاولة الفرنسية الجديدة لإطلاق يد قوات اليونيفيل من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، وهذا ما أضيف بالرد اللبناني مع الإبقاء على الصيغة المتفق عليها ضمن القرار 1701 مقابل رفض البند الذي يدعو لبنان إلى الامتناع عن شن الهجوم على اليونيفيل، إذ إن المقاومة لم تعتد يوما على القوات الدولية، إنما إسرائيل هي التي فعلت ذلك. أما تضمين الورقة الفرنسية تعبير وقف العمليات العسكرية داخل الأراضي المتنازع عليها، فتحفظ عنه الثنائي الشيعي على اعتبار أنها أراض محتلة يجب استعادتها بالأساليب كافة التي تضمنها المواثيق الدولية ومن ضمنها المقاومة العسكرية. وعن كيفية التعاطي مع المقاومة، أكدت الورقة الفرنسية وجوب تفكيك جميع المباني والمرافق القريبة من الخط الأزرق للقوى المسلحة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خالية من الأفراد المسلحين بمسافة 10 كيلومترات، إلا أن الرد اللبناني كان حاسما بالتزام مضمون القرار 1701 فقط، أي لا يكون هناك أي سلاح ظاهر أو أي بنى عسكرية، وهذا ما كان يلتزم به حزب الله وسيبقى على التزامه. الخطوة الثالثة والأخيرة في الطرح الفرنسي هي عملية الترسيم البري، إذ إن الثنائية صحح التعبير باستخدام تثبيت الحدود على اعتبار أن الحدود اللبنانية الفلسطينية مرسمة منذ العام 1923. الورقة الفرنسية التي طلبت سلسلة التزامات من الجانب اللبناني تضمنت طلبا يتيما من إسرائيل، وهو وقف الاعتداءات على لبنان بما في ذلك الغارات الجوية، ما استدعى من الثنائي الشيعي تسجيل ملاحظة بزيادة عبارة وقف كامل للخروق الجوية والبرية والبحرية. لم تذكر الورقة الفرنسية المعدلة أي تعبير يدل على فصل جبهة الجنوب عن غزة، لا بل العكس، ففي مقدمة الطرح جاء أن هدف المسعى الفرنسي هو وقف إطلاق النار عندما تكون الظروف مناسبة، وفي هذه العبارة تسليم فرنسي بثبات المقاومة على موقفها بأن وقف إطلاق النار في لبنان يأتي بعد وقف إطلاق النار في غزة. وضع الثنائي الشيعي ملاحظاته بالفرنسية على الورقة التي قدمتها باريس باللغة الإنجليزية، إلا أن الميدان أحرق كل المساعي الدبلوماسية ويثبت القرار 1701، ولكن شرط تطبيقه من الجانبين وبكامل مندرجاته. الوزير السابق غازي العريضي قال عبر هنا بيروت إن الاقتراح الفرنسي رفض بسبب ما تضمنه من محاولات لتغيير مضمون القرار 1701، وأكد أن المطلوب هو إلزام إسرائيل بتطبيقه. حزب الله هو حزب لبناني، المقاومة هي مقاومة لبنانية على أرضها، ولكن برأي يخطف قرار السلم والحرب من الدولة اللبنانية. هذا لا يخطف، لا هذا لا يخطف. عندما تعتدي إسرائيل ويترك الجيش اللبناني دون تسليح ودون إمكانات، يصبح لبنان مكشوفا. لذلك قامت بالمبدأ قبل الآن تجربة المقاومة قبل أن تصبح إسلامية. أتابع حركة الرئيس بري بثقة تامة، قلت ساعدوا الرئيس بري للخروج من المأزق، وأنا أعني ما أقول. لمن تتوجه؟ إلى كل الذين يرفضون الحوار مع الرئيس بري. يعني فكرة الحوار أساسية في هذه المرحلة؟ بالتأكيد، بأي طريقة من الطرق الحوار، وتحديدا مع الرئيس بري. ساعدوا الرئيس بري. لم يطبق 1701 حتى الآن، ليس بسبب لبنان، بسبب إسرائيل. لماذا نبحث عن 1701 جديد إذا مطلوب 1701 جديد؟
مطلوب اتفاق يلزم إسرائيل بتطبيق 1701 الحالي. الكل يتحدث عن ذهاب الجيش إلى الجنوب والثقة بالجيش اللبناني. لماذا لم نرى هذه الثقة قائمة في حادثة المرحوم باسكال سليمان؟ لماذا كان التشكيك بالجيش؟ يعني هي غب الطلب ووفق معيار معين، يعني أنه أين المصلحة نذهب في اتجاهها؟ هذا الجيش هو ذات الجيش. أكد القيادي في حركة حماس علي بركة أن مهمة الأمريكي الأساسية إنزال نتنياهو عن الشجرة، واصفا من برنامج الحدث موافقة حماس على المقترح بالطوفان السياسي. أنا أقول نتنياهو سيفشل، لن يستطيع بهذه الحرب على رفح أن يطلق سراح الأسرى، ولن يستطيع أن يقضي على حركة حماس. لذلك نحن نقول ما في خيار، ما في طريق إلا طريق المفاوضات غير المباشرة من أجل إطلاق الأسرى الإسرائيليين، لأن المقاومة لن تطلق سراح الإسرائيليين إذا لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم. نتنياهو ليس لديه خيارات، هو يريد أن ينزل على الشجرة، وهذه مسؤولية الإدارة الأمريكية. رأى الاقتصادي والسياسي فادي غصن أن أزمة النازحين في لبنان أصبحت أزمة وجودية، مؤكدا من برنامج الحدث ألا رئيس للبنان إلا سليمان فرنجية أو الفراغ. بالآخر الكلمة الفصل للأمريكيين وبالتفاهم مع الإيراني، ما نضحك على بعضنا. القرار قرار، والإيراني هو القرار عند حزب الله، يبالغوا للإيراني، وهيك بيكون الاتفاق بالقضية لبنان. هلا بغير ملفات الإيراني مع الأمريكي مباشرة، هيدا اللي بده، هل التفاهم هو اللي حين يجيب الرئيس؟ من سيكون الرئيس؟ هل بعد عندك قناعة أنه رئيس؟ أنا عندي قناعة، إسلامين فرنجية أو ما في رئيس. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام فقرة المشهد السياسي. رامز، عودة إليك. شكرا لك رواند.